الأسرة الكبيرة التي أضافت للجزائر الجديدة نمطا تشاركيا. ديون الجزائرية للمياه على عاتق زبائنها هي مشكل يؤرق الجزائرية للمياه، وهو من الصعوبات التي نواجهها في عملية التسيير، حيث أنه على مستوى التراب الوطني تعدت ديون الجزائرية للمياه 66 مليار دينار، منها أكثر من 5.15 مليار على مستوى وحدة الجلفة. الإجراءات التي اتخذتها الجزائرية للمياه من أجل تحصيل ديونها هي أنها تدعو جميع زبائنها جميع المواطنين إلى التقرب من مصالحها، سيجدون أذانا صاغية. نحن لا نحبذ الإجراءات التي يمنحها لنا القانون كقطع التوصيل واللجوء إلى القضاء، نحن نحبذ دائما التسوية الودية لهذه النزاعات. بالإضافة إلى ذلك فإني أعلم زبائننا الكرام بأن هذه الديون كلما سددت سيتم استثمارها في تحسين الخدمة العمومية، حيث أنه كما لاحظتم في عرض الذي قدمه مدير الوحدة بأن رقم الأعمال الجزائرية للمياه لا يغطي سوى ما نسبته 40% من تكلفة الإنتاج، حيث أنه النص الذي ينظم تسعير الماء هو يتحدث عن تسعير الخدمة العمومية للماء والتطهير وليس الماء، لأنه حقيقة الماء لا يثمن، فنحن نفوتر جزء بسيط من الخدمة العمومية للماء التي نقدمها للمواطن. لذلك فكلما دفع المواطن فاتورته كلما ساهم في تحسين الخدمة التي نقدمها له.